بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدين قناة كويت سبورت، برنامجكم برنامج كروسفيت. من خلال هذا البرنامج نتعلم تكنيك الكروسفيت، نزيد من لياقتنا البدنية. ساعدنا هذا البرنامج في زيادة العضلات، محافظة على العضلات من الإصابات، وكذلك نزول الوزن وتحسين شكل الجسم. تمريننا دائما يكون عبارة عن بارت A وبارت B. في تمرين اليوم بارت A راح يكون عبارة عن تمرين الخطف، خطف كومبلكس. دائما نحتاج عشان نطور نفسنا في لعبة الخطف، يحتاج ان احنا نسوي وايد اكسسوري حق الخطف. فتمريننا اليوم راح يكون كومبلكس، راح نلعب فيه اكثر من وضعية للخطف نفسها علشان نحسن من تمرين الخطف. راح يكون بالنسبة لنا تحدي، لان دائما في البطولات، بطولات الكروسفيت، ما راح يعطيك خطف بروحه، راح يقول لك مثلا سو خطف كومبلكس، مثلا اوفرهيد سكوات او هانج سناتش وهكذا. ففي البداية لازم نبدأ تمريننا أو نبدأ يومنا بالتسخين. أول شيء راح أسويه على البايك مثلاً دقيقتين، بعدين على الراور دقيقتين، على السكي دقيقتين. أحاول أني ما أروح وايد سريع، يكون البيس متوسط، فقط أني أسخن جسمي وأسمح للأكسجين والدم أنه يوصل كل العضلات. بعد ما خلص من التسخين ممكن أسوي بعض الاسترتشات اللي حرك فيها مثلاً الكتف، الهب، القدم، عشان جسمي يكون مرن وجاهز للتمرين. بعد ذلك راح أبدأ وياكم في تسخين لعبة الخطف، ودائماً ممكن نحن نعتمد هذا الروتين لتمارين الويت ليفتنج. راح أسوي هذا التمرين أو ممكن أن نحن نسوي جولتين، كل جولة ثلاث عدات. فخلونا نشوف ويا بعض. ممكن تسوي هذا التسخين جولتين علشان جسمك يكون جاهز حق التمرين. التمرين راح يكون عبارة عن أربع جولات. في كل جولة حاول أنك تزيد الوزن لغاية ما توصل حق 80%. مثلاً إذا كان الخطف عندك 100 كيلو، فراح نوصل الجولة الأولى راح نلعب مثلاً 60 65 70 75 لغاية ما وصل حق 80. فحاول أنك تزيد بالنسبة لغاية ما توصل 80. فراح تبدأ مثلاً 60 65، وكل جولة تزيد 5% أو 5 باوند أو حتى 10 باوند مثلاً لغاية ما توصل 80%. فراح تكون الجولة الأولى أخف جولة عشان تسوي التمرين بشكل جيد. شنو راح نسويه؟ أول تمرين راح أسوي باور سناتش. الباور سناتش أن أنا أخذ الوزن وأسحب الوزن، بس النزلة ما تكون نزلة كاملة، لا، تكون لمهني نص تقريباً أو 90 درجة، أوكي؟ هذا الفرق بين الباور والسكوات. سكوات انك تنزل للاخر. هذه العده الاولى. العده الثانيه راح اسوي باور هانج. هانج من هني بعدين باور، ما انزل نزله كامله. الثالثه راح تكون سكوات. سناتش سكوات، راح اخذ الوزن من هني، اسحب، انزل نزله كامله تحت. والعده الرابعه راح تكون اوفر هيد سكوات. اوكي؟ فهذا راح يكون السناتش كومبلكس. اول وحده باور سناتش، الثانيه هانج باور سناتش، الثالثه سكوات سناتش، والرابعه اوفر هيد سكوات. اربع جولات راح نبدا بوزن مثلا 60% وننهي التمرين بالوزن بالوجبه الاخيره او الجوله الاخيره راح تكون 80%. فخلونا نجهز الوزن. اعزائي المشاهدين، بعد ما جهزنا الوزن راح نلعب الاربع تكرارات او الكومبلكس. الأول راح يكون باور، الثاني هانج باور، الثالث راح يكون سكوات، والرابع أوفر هيد سكوات. فخلونا نشوف.
كذي نكون خلصنا الجولة الأولى، نزيد الجولة الثانية، نزيد الجولة الثالثة، الجولة الأخيرة لازم تكون 80% من الماكس مالك، أوكي؟ أعزائي المشاهدين، بالنسبة لبارت بي لتمريننا اليوم أو حلقتنا اليوم راح يكون جداً ممتع. التمرين عبارة عن 5 جولات، تايم كاب تقريباً بحدود 25 إلى 30 دقيقة. راح يكون التمرين عبارة عن أول شيء 12 كالوري على الأسالت بايك، بعد ما نخلصها راح نسوي 60% 9 سناتش، راح تسويها باور سناتش سكوات سناتش مو مشكلة. طبعا الباور راح يكون أسهل عليك علشان القدم راح تكون تعبانة من البايك، وكذلك راح تحتاجها حق التمرين الأخير. التمرين الأخير راح نسوي 6 بوكس جمب أوفر، يعني راح تنط بدون ما تلامس البوكس، تنط البوكس. إذا كنت لاعب أقل أو البوكس هذا ممكن يكون صعب بالنسبة لك، ممكن تحط بليت، ممكن تكون بليت عشرات عشرينات أو أكثر حسب مستواك، تنطهم الجهة الثانية 6 عدات، فراح يكون 5 جولات مثل ما قلنا 12 كالوري على الأسالت بايك، بعدين تروح حق وزن 60% وراح تسوي 9 باور سناتش أو سكوات سناتش، بعدين راح نسوي 6 جمب أوفر بوكس، أوكي؟ تايم كاب مثل ما قلنا من 25 إلى 30، فخلونا نبدأ. وبشذي نسوي الجولة الثانية والثالثة والرابعة لغاية ما نخلص 5 جولات. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة خلونا ناخذ معلومة غذائية صحية. يسألني البعض، هل لازم أنا أحسب سعرات الحرارية؟ هل لازم كل يوم أكل أكل محسوب؟ هل لازم مثلاً يكون عندي عزومة، يكون عندي مناسبة اجتماعية، يكون عندي زوارة أو غيرها؟ هل لازم أكلي كله يكون محسوب علشان أصير لاعب؟ يعني ألعب لايف ستايل حق الصحة والعافية ويصير جسمي مرتب، لازم يكون كل شيء محسوب واشترك بشركة غذائية ويكون المانكروز هالكثر وبروتين هالكثر وكارب هالكثر وسعرات الحرارية الحد الفلاني ما أعدي فوق ولا تحت؟ هل لازم أسوي كذي عشان يعني ألعب؟ طبعاً احنا نتكلم عن اللاعبين المنافسين، لازم يسوون كذي لأن كل شيء بالنسبة لهم محسوب. ممكن تفوز في بطولة على عدة واحدة، تكرار واحد ممكن يفوزك أو يخسرك، ولكن الناس اللي يلعبون حق الصحة والعافية يبي جسمه بس يصير مرتب ولياقته حلوة وصحته حلوة، مو لازم تحسب سعراتك الحرارية. ممكن أنك تراقب وزنك بين فترة وفترة، ممكن تأكل 80% 90% من أكلك صحي، مثلاً يكون أكل طباخ بيت، عيش، دجاج، لحم، تأكل مع كل وجبة خضروات، فواكه، حاول يكون في يومك دهون صحية، يكون في حليب، يكون في مثلاً فواكه تأكلها بشكل يومي، فحاول أن أكلك بشكل يومي يكون أغلب أكل صحي، مو لازم يكون محسوب، تقدر تراقب وزنك، مثلاً تأخذ ميزان كل أسبوع مثلاً وتشوف وزنك، إذا زاد وزنك تحاول تقلل من أكلك شوي، تقلل من السكريات، تقلل من الأكل الدسم. إذا شفت لا والله وزنك قاعد ينزل بشكل سريع، لا، ممكن أنك تسمح حق نفسك أنك تزود كمية الأكل شوي، مثلاً تزيد العيش شوي، تزيد الخبز شوي، تزيد البيض شوي، عشان يكون نزول الوزن بسيط وسهل وما يسبب لك أي تعب أو قلة في العناصر الغذائية. إذن أنا كلاعب ألعب حق لايف ستايل، مو لازم أني أحسب كل شيء وأكون دقيق وعقد نفسي، بس أحاول أني أنظف أكلي، أحاول أكل أكل صحي قد ما أقدر، وأسامح نفسي وأخذ وزن تقريباً، أراقب وزني كل أسبوع أو أسبوعين. كذي ممكن يكون شيء مناسب بالنسبة لك، ما يسبب لك ضغط نفسي أو حتى يسبب لك تكاليف.
أتمنى أكون قدمت لكم معلومات مفيدة، أتمنى تمريننا عجبكم، أشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله.